طيب يوم الخميس، ركزوا معايا بقى حضراتكم في التاريخ ده عشان تاريخ مهم جدا. يوم الخميس 4 فبراير وتحديدا الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة، ما اعتقدش ان في اهلاوي ممكن يفوت الميعاد ده. دي اول مباراة للنادي الاهلي في مونديال الاندية مع فريق الدحيل القطري، واحد من اهم الاندية القطرية، ونقدر نقول ان احنا فعلا وحشتنا مباريات الاهلي في المونديال لاننا ما تعودناش على الغيبة الطويلة دي، وان شاء الله تكون عودة قوية باذن الله. صحيح جدا، وكمان ردود افعال كانت كبيرة جدا من جماهير الاهلي امبارح يا كريم عن قرعة المونديال، بس غالبا في اتفاق على ان القرعة يعني قوية جدا. ده اللي احنا كلنا ملاحظينه، سواء هنا بنتكلم بمواجهة الدحيل الفريق القوي بنجومه طبعا في خط الهجوم، وكمان ان احنا لو خطناه يعني هنواجه زي ما بيقولوا كده بعبع اوروبا بايرن ميونخ، وطبعا ده فريق مش محتاج ان احنا نتكلم عليه، هو يعني نجوم فيه كتير جدا، هو بصراحه لعب ماتشات رائعه جدا جدا، فهو فريق بايرن ميونخ بتهيألي هو ده اللي شويه عليه تخوف، بس يا رب ان شاء الله ربنا يكون معانا. هو من ناحيه ان القرعه قويه، فالحقيقه القرعه قويه، انما كالعاده برضو النادي الاهلي احنا متعودين من خلاله دايما انه بيفكر في مبارياته بشكل مرحلي الى حد ما. يعني الاول هيفكر في ازاي انه يتخطى الدحيل القطري اللي برضو لازم يتعمل له الف حساب ونكون مستعدين ليه كويس جدا فنيا ومعنويا، وبعد كده تشوف بقى هنعمل ايه مع البعبع بتاع بايرن ميونخ وربنا يصلح الحال. جدا، وعايزه بقى اقول لك على حاجه، بما ان احنا هنا بنتكلم عن او البعض بيشوف برضو مواجهه الدحيل مواجهة قوية، هو بقى نفس الأمر اللي الإعلام الرياضي القطري كمان بيتحدث بشأنه والإعلام العربي، يعني ده هنتكلم بقى. الدحيل كمان كان يريد إن هو يتجنب مواجهة الأهلي في البداية بوصفه طبعا أقوى أندية القارة. ده بقى احنا بنوصف لحضراتكم على الصعيد الآخر إيه اللي بيتقال في الصحف يعني. وعشان برضو يعني بنتكلم مع حضراتكم بشكل موضوعي مش بالأفور في الكلام، ما هو بيني وبينك الأهلي خض والله بكلمك طبعا، ليه هبته كده زي ما بيقولوا طبعا يعني. والتاريخ اللي بيقول ده، احنا نرجع للتاريخ طبعا. يعني مين ما يعملش حساب اي لقاء هيضطر يخوض من خلاله مباراه ضد النادي الاهلي، اي فريق هيقابل الاهلي عارف كويس جدا ان هو مش بيواجه فريق عادي، ده بيواجه فريق بطل وما بيلعبش غير على الفوز فقط، ما يعرفش حاجه اسمها المراكز الشرفيه مركز ثاني ومركز ثالث، والنوع ده من الامور مش من ضمن دايره اهتمامات النادي الاهلي باي حال من الاحوال. احنا واثقين طبعا ان لعيبه النادي الاهلي عارفه كويس قوي هدفها ايه، واللي بناكد عليه انه ما فيش اي ربط ما بين اداء النادي الاهلي في الدوري وبين المشاركه في المونديال، اللي كل مقال من مقال زي ما بيقول. انا هاخد من كلامك حول كده كلام مظبوط بالضبط، احنا ثقتنا في فريقنا ملهاش حدود، وفعلا كمان خلينا نقول احنا ممكن نخلي مواجهه البايرن ده دافع لينا علشان نحقق الفوز على الدحيل القطري. ده بقى لو حصل ساعتها هنفكر نعمل ايه مع البايرن ان شاء الله، لكن الاكيد ان اي لاعب كبير بيحب ان هو يواجه الكبار.